مدارس الفلاح أسسها بيت زينة أسسوها، وهم كانت من أول المدارس اللي موجودة في المملكة العربية السعودية. أخذوا الوالد ودرسوه في هذه المدارس، وصل للقبة. القبة كانت بمعنى إنك أنت اجتزت كل المراحل التعليمية، وصلت يعني كأنك واصل إلى البكالوريوس. بعدها شافوا إنه هو ما شاء الله يعني تعلم كويس، أرسلوه على القاهرة يدرس يكمل دراسته، وهو ومجموعة من الشباب. راح إلى القاهرة درس الهندسة والهندسة الإلكترونية. في ذيك الفترة تزوج أمي، فترة ما هو موجود في القاهرة، ورجعوا بعد الفترة هذه إلى جدة. رجع إلى جدة، طبعا استقل، مفروض إنه هو يطلع من هذا البيت ويستقل لحاله لأنه الآن أصبح متزوج، وسكن في بيت في حي الهندوية في مدينة جدة، بيت من بيوت جدة القديمة اللي الآن في وقتنا الحاضر نحس إنه هذا هو التاريخ. هذا البيت سبحان الله يمكن أنا ما أتذكره بكل تفاصيله، لأنه أنا ولدت في هذا البيت في حي الهندوية عام 1969، واليوم اللي أنا ولدت فيه كان أول يوم يطأ رجل إلى أرض سطح القمر.